مهرس جديد مهرس جديد. المثل اللي يقول كنشدوا الصباع نشدوا اليد كاملة. نفس الشيء في العائلة، المرأة كي تاخو راجل تاخو معاه العائلة الكل. معناها نصيحة اليوم باش تفيدكم يا رجال وتفيد العائلة معاكم. المرأة لازمها كيما تتلهى براجلها تتلهى بأم وبوه وتكلمهم كل يوم، ومش كان هما، تتلهى بأخواته زادة في المناسبات وغير المناسبات. مثلا تختار معاهم اللبسة في العروسات وتزيد تمكيج لهم، وكي يستحقولها في غسلان الفرش وإلا في مناسبة يحبوا شكون يطيب لهم، مرتك لازمها تكون حاضرة. وما نقفوش لهنا، فما صغار أخواتك ما فيها باس كي تتلهى بيهم كأنهم صغارها، حبينا ولا كرهنا كأنهم ولادك انت زادة. أبسط حاجة كي يبداو أخوات الراجل عندهم وين ماشين تينجموا يجيبوا صغارهم المرتك تفطرهم وتدوش لهم وترقدهم. تجي تشوف انساء توا يقولوا لك لا ما نعملوش الشيء ذايا، لا لا تعملوه مادامكم حاشتكم بالرويجل وتقبلوه وتقبلوا عائلته الكل، ما كانش صايب عليك منه. هيا سيدي هاني باش ننصحكم نصيحة أبداو جربوها من غدوة. كل يوم انساكي في الطيب وحويجة أقراو حساب واحدة من لوزاتكم، وكل يوم فطر عائلة منهم ينجموا يكونوا لاهين ولا يخدموا. سبحان الله مهرس جديد مهرس جديد.